صباح الخير عليكم يا الحباب، صبحت عليكم بالخير، نهاركم زين كي ياسمين ان شاء الله. اليوم ثاني يوم في مدينة إشبيلية في قلب الأندلس، نعطي لكم مقطع صغير على الساحة اللي يعني موجودة فيها، هي ساحة إسباسا دي إسبانيا. نعطي لكم مقطع صغير، منظر جميل كتير وساحة جميلة كتيرة وساحة يعني منطقة سياحية. واليوم نهار حار يقارب 36 درجة، يعني سخانة بزاف. نعطي لكم مقطع صغير على المنطقة والساحة اللي راني فيها، من منظر جميل، واحد يجي يتفسح هنا وياخذ يعني صور تذكارية شابة بزاف في لوندوا. هذا هو قلب الأندلس، هذه هي الأندلس. يعني كان حلمي أن نجي لهذه المنطقة، والحمد لله الحلم تاعي تحقق. إن شاء الله العقبة لكم أنتم تجوا تشوفوا الأندلس، يعني حاجة منطقة جميلة جميلة بزاف. قرطبة أو إشبيلية أو غرناطة حاجة شابة بزاف. نعطيكم مقطع صغير، ما نطولش عليكم يا الحباب، نعطيكم مقطع صغير على المنطقة اللي يعني موجودة فيها اليوم. ونستمتعوا شوية بالرقص تاع الفلامينكو. الرقص الفلامينكو معروف بزاف هنا في إسبانيا، كما احنا يا عندنا الرقص الشاوي ولا الرقص القبائلي ولا الرقص العاصمي ولا القسنطيني. هنا الفلامينكو معروف في إسبانيا، بالخصوص هنا في إشبيلية في سيفي، يعني مشهورين بالرقص الفلامينكو. نديكم تستمتعوا معايا شوية في الرقص الفلامينكو. I'm gonna go
كلش بالزخرفة ولا ديبان كاع في الحطب في الأمبوا. المساق دو سبيكتاكل يضربوا الجيتارة هنا. C'est un centre culturel aussi.